لو مهتم بالكمبيوتر والنت وعاوز تتعلم لغات البرمجة يبقى الحلقة دي ليك. عشان تدخل مجال الكمبيوتر والنت والسمارت فون كمطور مع شركات او حتى مع نفسك يبقى لازم تتعلم لغات البرمجة. روبي وبايثون وبي اتش بي والجافا سكريبت وكمان ال HTML و CSS. دي الكورسات الأساسية اللي هتلاقيها بمجرد ما بتسجل على موقع كود أكاديمي. كمان هتلاقي برامج تانية موجودة لتعليم حاجات مختلفة زي الجافا والSQL. أي كورس منهم ممكن تتعلمه بشكل مجاني مجرد ما بتضغط عليه وتختار ستارت. لاحظ إن الموقع مش موجود فيه اللغة العربية لغاية دلوقتي، بالتالي هنستخدم اللغة الإنجليزية اللي يفضل يكون عندك فيها ولو قدر بسيط جدا. أول ما تفتح أي كورس هتلاقي واجهة الموقع فيها جزء معين للشرح والتعليمات وباقي الشاشة موجود للتطبيق. اقرا الشرح وطبق التعليمات وبعد كده اضغط سيف اند سبميت كود عشان تعرف اجابتك صح ولا غلط. الموقع هيساعدك تقيم نفسك وانت بتذاكر بنقط وبادجات ونسب مئوية وكمان نعدل ايام المذاكرة المتتالية. كل ده تقدر تدخل عليه بشكل مجاني من اللينك الموجود للموقع تحت الفيديو. ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب ممكن تعمل سبسكرايب من اللوجو الموجود هنا او كلمة سبسكرايب الموجودة تحت. وشوف فيديوهاتنا اللي فاتت من الضغط على علامة الاي الموجودة فوق.